بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، اللهم آمين. بارك الله فيكم. كان الكلام قبل صلاة المغرب حول بعض أحكام الصداق، وتكلمنا أيضا على التفويض، والتفويض أعيده سريعا حتى تترتب المعلومات. التفويض قول المرأة البالغة الرشيدة لوليها: زوجني بلا مهر، فإذا وقع العقد فإن هذا الولي إما أن ينفي المهر أو يسكت. هذه تسمى المفوضة، ويصح أن تسمى المفوضة بفتح الواو وكسرها، يصح هذا وهذا. هذه المرأة تستحق مهر المثل ليس بالعقد، وإنما تستحق مهر المثل بأحد ثلاثة أشياء: إما بأن يفرضه الزوج لها، أو بأن يفرضه القاضي، أو بالدخول. تمام؟ أي بعض النساء عندهن ذكاء فتقول لوليها مثلا عندما ترى صديقاتها قد تزوجنا، وهي تأخر بها الأمر، تقول: زوجني بلا مهر. واضح؟ زوجني بلا مهر. فيقول مثلا لأحد الشباب: زوجتك أختي، أو زوجتك ابنتي بلا مهر. هذا تفويض. لا تظن أنه بلا مهر أنه لا يجب عليك أن تدفع شيئا، هذا غير صحيح. يجب أن تدفع مهر المثل، وقد يكون مهر المثل أكثر من مهر مسمى لو سمي لها مهرا. يعني قد يكون مهر المثل مثلا أكثر من المهر لو سميناه لها. فقد هذه المرأة مثلا لو سمينا لها مهر نسمي لها 10 مليون مثلا، لكن مهر المثل لها 20، يكون أكثر. تمام؟ فعلى كل حال، بارك الله فيكم، هذا معنى التفويض، وهذا الكلام الذي شرحته لكم هو الذي سندرسه الآن. فقال الشارح رحمه الله تعالى معلقا على قول المصنف: ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح. قال: ولو في نكاح عبد السيد أمته. وهذا شرحناه. قال رحمه الله: ويكفي تسمية أي شيء كان، ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم، خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعدم الزيادة على 500 درهم خالصة. وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر، أي بجواز أن عقد النكاح يتم دون أن يسمى أو أن يذكر المهر، يصح. وحينئذ إذا تم العقد دون أن يذكر المهر فالواجب ما هو؟ الواجب مهر المثل. تمام؟ قال: وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر، وهو كذلك بخلاف ماذا؟ بخلاف البيع. فالبيع لا يصح أن يخلى عن الثمن، لأن الثمن في البيع ركن. قال: فإن لم يسمى في عقد النكاح مهر صح العقد. ولذلك قلت لك هذه قاعدة، أن المهر لا يؤثر على صحة النكاح. المهر لا يؤثر على صحة النكاح، لماذا؟ لأن هذا عقد معاوضة غير محضة، ليس مثل البيع. تمام؟ قال: وهذا معنى التفويض. ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة، كقولها لوليها: زوجني بلا
مهر أو على ألا مهر لي، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه. انتبه، قال زوجة ماذا؟ بالغة رشيدة، تقول لوليها زوجني بلا مهر، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت. كيف ينفي المهر؟ يقول للزوج زوجتك ابنتي، زوجتك أختي بلا مهر، هذا نفي. أو يقول زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي ويسكت، لا يقول بلا مهر ولا شيء، يسكت. تمام. قال وكذا لو قال سيد الأمة لشخص زوجتك أمتي ونفى المهر أو سكت. لكن في هذه الصورة، في صورة سيد الأمة، السيد لا شيء له لأنه تنازل عن حقه، فالمهر يعود لمن؟ لا يعود للأمة، يكون للسيد، فهو نفى، إذن أنت تنازلت عن حقه. بخلاف الأب مع البنت أو الأخ مع الأخت، فإن الأب لا حق له في المهر، المهر للبنت، والأخ لا حق له في المهر، المهر للبنت، ولا يجوز لواحد منهما أن يأخذ شيئا من المهر بدون رضا من البنت. واضح؟ وحتى لو كان هذا الرضا ظاهرا لكنها في الباطن لا ترضى، لا يجوز. ولذلك يقول الفقهاء ما أخذ بالحياء كالذي أخذ بالسيف، لا فرق، هذا حرام وهذا حرام. ما أخذ بالحياء كالذي أخذ بالسيف، هذا حرام وهذا حرام. فليس للأب ولا للأخ ولا للعم ولا لأحد من قرابات البنت أن يأخذ شيئا من مالها أو من مهرها بغير رضاها التام. لا يكفي الرضا الظاهر، لأن أحيانا إذا لم تعطهم يغضبون وربما يقاطعونها. واضح؟ فهي تخاف من القطيعة فتعطيهم حتى لا تقاطع، هذا حرام أيضا. تمام. قال وإذا قال وإذا صح التفويض وجب المهر فيه بثلاثة أشياء. وجب المهر فيه بثلاثة أشياء، قوله بثلاثة أشياء يقصد بواحد من ثلاثة أشياء، ليس بالثلاثة الأشياء مجتمعة، إنما يقصد ماذا؟ بواحد من ثلاثة أشياء، وهي أن يفرضه الزوج على نفسه، هذا الأمر الأول كما شرحت لكم، الزوج يفرض لها مهرا على نفسه، ويجوز لها أن تحبس نفسها منه حتى يفرض المهر، ويجوز لها أن تحبس نفسها منه بعد أن يفرض المهر حتى يسلمه لها إن كان حالا. أما إذا قال لها مثلا أنا أفرض على نفسي مهرا لك مقداره 20 مليون روبية لكن أسلمها لك بعد سنة، قالت وافقت، ليس لها الآن أن تحبس نفسها منه. فقال لكم أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى الزوج بما فرضه. نقول قوله وترضى، عفوا، وترضى الزوجة بما فرضه، رضا الزوجة يشترط متى؟ يشترط إذا فرض الزوج لها أقل من مهر المثل، هنا نقول يشترط رضاها. أما إذا فرض لها مهر المثل فلا يشترط رضاها. يشترط رضا الزوجة أيضا إذا فرض لها مهرا بغير نقد البلد. أما إذا فرض لها بنقد البلد ومهر المثل فلا يشترط رضاها. تمام. فقال هنا أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى الزوجة بما فرضه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو يفرضه الحاكم على الزوج إذا تنازع مثلا، فهذا الزوج يقول مهر مثلك 10 ملايين، تقول لا مهر مثلي 20، تنازع،
يذهبان إلى القاضي، فالقاضي هو الذي يحدد. قال: أو يفرضه الحاكم على الزوج، ويكون المفروض عليه مهر المثل، ويكون المفروض عليه مهر المثل، ويشترط علم القاضي بقدره، فالقاضي لابد أن يعلم قدر مهر المثل لهذه المرأة، فيعرف نسب هذه المرأة، ويعرف شرفها، ويعرف علمها، ويعرف فصاحتها، ويعرف هل هي ثيب أو بكر، يعرف هذه الأشياء التي تؤثر. واضح؟ قال: ويشترط علم القاضي بقدره. أما رضا الزوجين بما يفرضه، أي بما يفرضه القاضي، فلا يشترط. فهمنا؟ قال: أو يدخل، أي الزوج بها، هذا الأمر الثالث. فإذا دخل الزوج بها فإنها تستحق مهر المثل. قال: أو يدخل الزوج بها، أي الزوجة المفوضة، قبل الفرض، قبل فرض من الزوج أو الحاكم. فإذا حصل واحد من هذه الأشياء الثلاثة، فرض الزوج أو فرض الحاكم أو الدخول، فإنها تستحق المهر الذي هو مهر المثل. قال: فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول، ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح. ما معنى يعتبر بحال العقد؟ يعني مهر مثلها ليس اليوم، يوم الدخول، وإنما مهر مثلها يوم العقد. يعني لو مثلا كان مهر مثلها يوم العقد 15 مليونا، ومهر مثلها يوم الدخول 20 مليونا مثلا، نقول المعتبر مهر مثلها متى؟ يوم العقد أو يوم الدخول؟ قال لك: يوم العقد، يعني 15 مليونا. يعني لو تفاوت مهر المثل واختلف في يوم العقد عنه في يوم الدخول، فالمعتبر ماذا؟ مهر المثل في يوم العقد. قال: ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح. ثم قال: وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء، مات أحد الزوجين قبل أن يفرض المهر وقبل أن يطأ، وجب مهر مثل في الأظهر. إذن يكون هذا ماذا؟ الأمر الرابع: فرض الزوج، فرض الحاكم، حصول الدخول، الوطء، والموت. فإذا حصل واحد من هذه الأشياء الأربعة، نقول هذه المرأة تستحق مهر المثل. طيب، ما هو مهر المثل؟ قال: والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادة، قدر ما يرغب فيه به في مثلها عادة، نسبا وسنا وعقلا وعفة وجمالا وفصاحة وشرفا وثيوبة وبكارة إلى غير ذلك. هذه الصفات المعتبرة في النساء التي يتفاوت بسببها مهر المثل. فذات النسب مهر مثلها أعلى من أقل منها نسبا، والمرأة ذات الشرف، والمرأة ذات العفة، والمرأة ذات الفصاحة والعلم، والمرأة البكر، يختلف مهر مثلها عن غيرها ممن هو عكس ذلك. فهذه الأمور تعتبر في تقدير مهر المثل. قال رحمه الله: وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، يعني ليس هنالك حد نقول لا يجوز أن المهر، أن الصداق يقل على هذا. واضح؟ الضابط في هذا أن كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع يصح أن يكون مهرا في النكاح، هذا الضابط. كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع يصح أن يكون مهرا في النكاح. وبالتالي الخمر لا يصح أن تكون ثمنا في البيع، صح؟ إذن لا يصح أن تكون مهرا في النكاح.
الكلب لا يصح أن يكون مهرا ثمنا في البيع، إذن لا يصح أن يكون مهرا في النكاح. الخنزير وغير ذلك، كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع صح أن يكون مهرا في النكاح، وما لا يصح أن يكون ثمنا في البيع لا يصح أن يكون مهرا في النكاح. فقال وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، لكن قال لك قبل قليل يستحب أنه لا ينقص عن كم؟ لا ينقص عن 10 دراهم، يستحب أن لا ينقص على هذا خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة. وعشرة دراهم قدرها لك 28 جرام فضة خالصة. قال ولا حد لأكثر ولا لأكثره حد معين في الكثرة، يعني قد يكون المهر كثيرا لا مشكلة. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطار مال كثير ليس قليلا، لكن البركة تكون مع أقل النساء مؤنة، ويستحب عدم المغالاة في المهور، واضح؟ تشجيعا على الزواج وإعفاف الشباب من الجنسين ذكورا وإناثا، وهذا مما تغافل الناس عنه، وصار الناس للأسف يتغالون بالمهور منافسة، هذه مهرها كذا لابد أن نكون نحن أعلى منها، مهرنا كذا، وهذه مهرها كذا ولابد أن نكون أفضل منها فمهرنا كذا، واضح؟ وهذا إذا دخل فيه خاصة النساء يعجبهن المغالاة، فإذا دخل فيه دخلت فيه آراء النساء أفسدت كثيرا، لأن النساء بينهن من التنافس أضعاف ما بين الرجال. فقال هنا رحمه الله ولا حد لأكثره عفوا ولا لأكثره حد معين في الكثرة، بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا. هذا الضابط، كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع صح أن يكون مهرا في النكاح، وكل ما لا يصح أن يكون ثمنا في البيع لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون صداقا ومهرا في النكاح. قال وسبق أن المستحب عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم. ثم قال ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، يعني يمكن أن يكون المهر، يريد أن يقول لك المصنف رحمه الله يمكن أن يكون المهر عينا تقول لها مثلا، أو يقول الولي زوجتك ابنتي على 10 جرامات من الذهب مثلا، هذا عين. ويمكن أن يكون المهر منفعة، كأن يقول الولي مثلا زوجتك ابنتي على أن تؤجرها هذا البيت مدة 2 سنين، هذه منفعة سكنة، أو زوجتك ابنتي مثلا على أن تؤجرها هذه المزرعة 4 سنوات، هذه منفعة، أو زوجتك ابنتي مثلا على أن تعلمها القرآن الكريم، أو على أن تعلمها تفسير سورة البقرة مثلا، أو زوجتك ابنتي على أن تعلمها متن أبي شجاع في الفقه مثلا، أو على أن تعلمها ملحة الإعراب في النحو مثلا، منفعة، كل ذلك ممكن. فقال ويجوز أن يتزوج على منفعة بشرط معلومة، أما لو كانت المنفعة مجهولة فلا يصح، ويجب لها مهر المثل، لأن المهر إذا كان فاسدا فإن الذي يجب لها مهر المثل، واضح؟ قال ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن. ثم قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. ممكن نقول بارك الله فيكم المهر له 3 أحوال، اضبط هذا لأنه مهم. الحالة الأولى أن الزوجة تستحق المهر كاملا،
الحالة الثانية أن المهر يسقط كاملا فلا تستحق الزوجة شيء فلا تستحق الزوجة شيئا منه. الحالة الثالثة أن الزوجة تستحق نصف المهر فقط. كم هذه؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن الزوجة تستحق المهر كاملا. ماذا تستحق المهر كاملا؟ بسببين. السبب الأول إذا حصل الوطأ دخول، إذا حصل الوطأ فإن الزوجة تستحق المهر كاملا. ولاحظ معي نقول إذا حصل ماذا؟ إذا حصل الوطأ. أما مجرد الخلوة دون وطأ فإنها لا تستحق المهر كاملا كما هو المعتمد في مذهب الشافعي وسيأتي معنا. عند الإمام أبي حنيفة بمجرد الخلوة تستحق المهر، واضح؟ بمجرد الخلوة، لأنه رأى أن الخلوة مظنة الوطأ. لكن عند الإمام الشافعي أن المعتبر في ذلك الوطأ وليس الخلوة. الأمر الثاني بالموت، فإذا مات أحد الزوجين استحقت الزوجة المهر كاملا، إذا ماتت هي استحقت المهر كاملا، إذا مات الزوج استحقت المهر كاملا. فهمنا؟ هذا الحال الأول، استحقاق الزوجة للمهر كاملا. الحال الثاني بارك الله فيكم سقوط المهر كاملا، لا تستحق شيئا. متى؟ إذا تسببت في تفويت البضع، إذا تسببت في الفرقة، هي تسببت. مثاله أعطيكم مثال، والمقصود من المثال التصور الفقهي وليس الوقوع، تمام؟ شخص على سبيل المثال متزوج امرأتين، واحدة كبيرة عمرها 30 سنة والأخرى صغيرة عمرها 1.5 سنة، مثلا قلنا زواج لا يلزم من الزواج حصول الوطأ، زواج فقط. عنده امرأتان زوجتان، واحدة كبيرة عمرها 30 سنة والصغيرة كم عمرها؟ 1.5 سنة. هذه التي في 1.5 سنة في سن الرضاع، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة. انظر ماذا حصل، حرمتا عليه، انفسخ العقد من الكبرى ومن الصغرى. لماذا؟ لأن هذه الصغرى بنت زوجته والكبرى أم زوجته. واضح أو لا؟ من الذي تسبب في تفويت البضع وفسخ النكاح؟ الكبرى. إذن هذه الكبرى لا تستحق شيئا من المهر، بل هي تدفع، هي تدفع مهرا، هي تدفع مهرا بسبب تفويتها لبضع الصغيرة، منفعة بضع الصغرى هي تدفع مهرا. وهذه من الصور التي يدفع فيها المهر للرجل، عكس الذي مضى معنا في التعريف. نعم، في التعريف لما قال لك المصنف، لما قال لك الشارح رحمه الله: وشرعا المهر اسم لمال وجب على الرجل، نقول أحيانا المهر قد يجب للرجل ليس عليه. هذه الصورة الثانية، ذكرت لكم أولا صورة الشهود وهذه الصورة الثانية. فهمنا بارك الله فيكم؟ فهذا مثال ماذا؟ مثال سقوط المهر كاملا، حصلت فرقة بسبب من؟ بسبب الزوجة. وقلت لكم هذا تصوير فقهي لا يلزم منه أن يقع في الدنيا يعني، لكن مجرد يعني مثال، المثال لا يعترض. الحالة الثالثة أن الذي يستحق للمرأة نصف المهر فقط. وهذا متى يستحق نصف المهر؟ إذا طلقها قبل الدخول، قبل الدخول يعني قبل الوطأ، وكان المهر مسمى، وكان المهر مسمى. قال الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قبل الدخول، وقد فرضتم لهن فريضة، يعني قد سمي لهن مهر، فنصف ما فرضتم.
إذن المهر كم له أحوال؟ ثلاثة أحوال. إما أن يستحق كاملا بسببين، الموت والدخول، وإما أن يسقط كاملا إذا كان بسبب فرقة من الزوجة، وإما أن يستحق نصف المهر، وذلك متى؟ إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا. أما إذا لم يسمي لها مهرا فهذه لها المتعة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله سأشرح لكم. قال رحمه الله تعالى، قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. إذن هو يتكلم على الحالة الثانية، تمام. أما بعد الدخول ولو مرة واحدة، يعني لو دخل بها مرة واحدة فقط، فيجب كل المهر ولو كان الدخول حراما. كيف ولو كان الدخول حراما؟ قال كوطئ الزوج زوجته حال إحرامها في الحج أو في العمرة، هذا دخول محرم، لكن لو فعل ذلك فإنها تستحق المهر كاملا. وكوطئ الرجل زوجته في حال الحيض محرم، لكن لو فعل ذلك فإنها تستحق المهر كاملا، تمام. قال ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين، وهذا السبب الثاني، تمام. قال لا بخلوة الزوج بها في الجديد، مجرد الخلوة لا يوجب كل المهر في الجديد. تفهموا أن القديم خلافه، فالقديم أن مجرد الخلوة توجب كل المهر، لكن الجديد لا بد من الوطء، والمعتمد الجديد لأن الغالب هو اعتماد الجديد إلا في مسائل قليلة جدا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبه كمذهب القديم للشافعي. قال رحمه الله ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين لا بخلوة الزوج بها في الجديد. ثم ذكر مسألة استطرادا، طبعا لم يذكر لك الحالة الثالثة التي فيها سقوط كل المهر، وذكرتها لك تكميلا للقسمة، فذكرت لك ثلاثة أحوال: حال يثبت أو يستحق كل المهر، وحال يستحق فيه نصف المهر، وحال يسقط فيه كل المهر، تمام. قال وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها. شخص تزوج من امرأة عقد عليها وقبل الزفاف قتلت نفسها، يدفع المهر أو لا يدفع؟ نحن قلنا قبل قليل أن المهر يستحق بالموت، هذه ماتت، طيب لكن هي لم تمت موتا طبيعيا، هي قتلت نفسها، نقول حتى ولو قتلت نفسها تستحق المهر كاملا. واضح؟ حتى لو قتلت نفسها تستحق المهر كاملا. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها. كيف هذا؟ يعني رجل متزوج بأمة، الأول متزوج بمن؟ بحرة، الثاني متزوج بأمة، وقبل الدخول قتلت نفسها أو قتلها سيدها، في هذه الحالة قال يسقط المهر. طيب لماذا في الأمة يسقط المهر وفي الحرة لا يسقط المهر؟ نحتاج إلى فرق، هو لم يذكر الفرق هنا. قال الفقهاء الفرق بين الصورتين أنه في الحرة يجب المهر، يعني سيعطي المهر في الحرة لأنه يرث منها. واضح؟ واضح صورة المسألة أولى؟ رجل تزوج بامرأة حرة وقبل الزفاف قتلت نفسها، وكان مهرها 10 مليون روبية، نقول يجب أنك تدفع 10 مليون روبية، أدفع 10 مليون روبية. شخص آخر تزوج أمة وقبل الدخول قتلت نفسها أو قتلها سيدها،
نقول لا يجب عليك أن تدفع شيء. لماذا هذا يدفع 10,000 روبية المهر وهذا لا يدفع شيء؟ قالوا لأن هذه الأمة أنت وهي لا تتوارثان، لأن من موانع الإرث الرق. قال لكم صاحب الرحبية رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين. فالحر والعبد إذا كان قريبين أو كان زوجين لا يرث واحد من الآخر. الأب حر، الابن عبد، مات الابن الأب لا يرث، مات الأب الابن لا يرث. الرق يمنع من الميراث. زوج حر، الزوجة أمة، مات الزوج لا ترث، ماتت الزوجة لا يرث. قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين، فافهم فليس شكك اليقين. فهمنا؟ إذن هنا نقول في الأمة أنت لا ترث منها بالتالي لا تدفع شيئا، لكن في الحرة أنت ترث منها، إذن تدفع المهر. هذا الفرق. فهمنا بارك الله فيكم؟ أيوة. إذن نكون بهذا انتهينا من ماذا؟ انتهينا من الصداق. بقي شيء في كتب الفقه يذكر يتعلق بالنساء يسمى المتعه، وهذا مذكور في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. هذا واجب حقا على المتقين، هذه المتعة واجبة، وهي يقول الإمام النووي رحمه الله في الروضة: مما يجب تعليمه للنساء فإنهن يغفلن عنه كثيرا. في زمن النووي يقول هكذا رحمه الله، في زمننا نقول: مما يجب تعليمه للرجال فإنه يخفى عليهم كثيرا. ما معنى المتعة؟ المتعة مال يجب على الزوج أن يدفعه للمفارقة بشرطين، مال يجب غير المهر، هذا مال تدفعه متى؟ تدفعه عند الفراق. مال يجب على الزوج أن يدفعه للمفارقة، يعني للمرأة التي فارقها، اسم مفعول المفارقة. مال يجب على الزوج أن يدفعه للمفارقة، أي للمرأة التي فارقها، تمام، بشرطين. ما هما الشرطان؟ سنذكرهما الآن. نكتب في السبورة، نرسم ثم نبين من التي تستحق المتعة ومن التي لا تستحق المتعة. المرأة إما أن يسمى لها المهر أو لا يسمى، أو لم يسمى لها المهر، إما أن يسمى لها المهر أو لا يسمى لها المهر، لها حالتان. هذه التي سمي لها المهر أيضا لها حالتان: إما أن تحصل لها فرقة قبل الدخول، وإما أن تحصل لها فرقة بعد الدخول. وهذه التي لم يسمى لها المهر أيضا لها حالتان: إما أن تحصل لها فرقة قبل الدخول، وإما أن تحصل لها فرقة بعد الدخول. فصارت عندنا كم حالات؟ أربع حالات. عندنا امرأة
سمي لها المهر، يعني في وقت العقد قال زوجتك ابنتي بمهر قدره كذا وكذا، سمي المهر. ثم قبل الدخول حصلت فرقة، هذه أخذنا حكمها أنها تستحق ماذا؟ نصف المهر. قال الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن هذه الحالة الأولى، فرقة قبل الدخول، وهنا فرقة حتى يكون واضح بعد الدخول، وهنا فرقة قبل الدخول، وهنا فرقة بعد الدخول. طيب إذا حصلت فرقة بعد الدخول، فرقة بعد الدخول، هذه موجود عندك في السبورة هنا، تستحق كم؟ كم تستحق؟ كم؟ المهر كاملا، تستحق المهر كاملا. القسم الثاني، امرأة لم يسمى لها مهرا عند العقد، لم يسمى لها مهرا، واضح؟ ثم حصلت فرقة قبل الدخول، هذه لا شيء لها، لا شيء لها، تمام؟ امرأة لم يسمى لها المهر ثم حصلت فرقة بعد الدخول، ماذا تستحق؟ تستحق إيش؟ مهر المثل، درسناه الآن، قلنا لكم قبل قليل المفوضة تستحق مهر المثل بأحد ثلاثة أشياء، بفرض الزوج، فرض القاضي، أو ما هو الثالث؟ بالدخول، هذا هو، تستحق مهر المثل، واضح؟ إذن هذا التقسيم. الآن يأتي السؤال، من من هؤلاء تستحق المتعة؟ من من هؤلاء تستحق المتعة؟ المتعة مال يجب على الزوج دفعه للمرأة التي فارقها، من من هؤلاء تستحق؟ نقول هذه لا تستحق. لماذا لا تستحق؟ لأنها أخذت نصف المهر مع سلامة البضع، أخذت نصف المهر مع أنه لم يحصل جماع، ما جامعها أصلا، يعني البضع سليم، صح؟ البضع سليم، واستفادت نصف المهر، خلاص يكفي هذا. إذن هذه لا تستحق المتعة. لماذا لا تستحق المتعة؟ لأنها استفادت نصف المهر مع سلامة البضع. حتى لو نقول مثل هذه لا يصيبها إيحاش بسبب ماذا؟ الطلاق، بسبب الفراق، لأنها مستفيدة، واضح؟ لا يصيبها حزن. ما معنى إيحاش؟ يعني لا يصيبها حزن أو ندم بسبب الطلاق. لماذا؟ لأنها أخذت نصف المهر مع سلامة البضع. إذن هذه لا تستحق المتعة. طيب هذه تستحق أو لا تستحق؟ نعم تستحق. طيب يقول قائل هذه قد استحقت المهر كاملا، فكيف تستحق المتعة؟ نقول استحقت المهر كاملا بمقابل الوطء، المهر بمقابل الوطء، المهر بمقابل الجماع، انظر، لأنه بعد الدخول. إذن المتعة بمقابل ماذا؟ بمقابل الإيحاش، يعني بمقابل الحزن الذي حصل لها بسبب الطلاق. المهر كاملا بمقابل الدخول، المتعة بمقابل ماذا؟ الإيحاش. ما معنى الإيحاش؟ يعني الحزن الذي حصل لها والصدمة التي حصلت لها بسبب الطلاق، فهمنا؟ طيب هذه تستحق أو لا تستحق؟ ما رأيكم من خلال التعليلات السابقة؟ ماذا فهمتم؟ تستحق، أحسن، تستحق، لأنها لم تستحق شيئا من المهر، واضح؟ فنعطيها المتعة حتى نذهب الإيحاش الذي حصل لها بسبب الفراق، بسبب الطلاق. طيب هذه تستحق أو لا تستحق؟ ما رأيكم؟ أيضا تستحق. يقول قال عندها مهر المثل، نقول مهر المثل بمقابلة ماذا؟
بمقابلة الدخول، المهر بمقابلة الدخول، فالمتعة تستحق لها بمقابلة ماذا؟ بمقابلة الإيحاش الحاصل لها. الآية الكريمة تقول وللمطلقات متاع بالمعروف. للمطلقات عام، الأصل أن جميع المطلقات لهن المتعة، الأصل هذا، لكن الفقهاء استثنوا من فورقت قبل الدخول وقد سمي لها المهر. ولذلك عندما نعرف المتعة ماذا نقول؟ المتعة ماذا؟ هي مال واجب على الزوج للمرأة التي فارقها بشرطين. ما هما الشرطين؟ واحد، الشرط الأول أنها لا تكون مفارقة قبل الدخول وقد سمي لها المهر، هذا الشرط الأول، هذه حتى نخرج هذه لا متعة لها. الثاني، الشرط الثاني أن الفرقة ليست بسببها. أما لو كانت الفرقة بسببها مثل التي أرضعت الصغرى، إذا كانت الفرقة بسببها لا تستحق المتعة، فهمنا؟ بشرطين. إذن المتعة مال واجب على الزوج للمرأة التي فارقها بشرطين، أن هذه التي فارقها لا تكون مفارقة قبل الدخول وقد سمي لها مهرا، لا تكون هذه. ثاني، أن الفرقة ليست بسبب الزوجة، فهمنا؟ بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للمتعة، وهو أمر واجب على الرجال ويغفل عنه الرجال، والنساء من باب أولى. يمكن أن يؤذن ثم نتكلم على الوليمة، عندنا وليمة سريعة، تمام، ونختم بذلك درس اليوم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمتعة. طبعا في الكتاب لم يذكر شيئا من أحكام المتعة، وإنما ذكرناه من باب إتمام الفائدة. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يسن أن المتعة لا تنقص عن 30 درهما. 30 درهم تعادل اليوم تقريبا 90 جرام من الفضة الخالصة، 90 جرام من الفضة الخالصة، تمام. قالوا يسن أن المتعة لا تنقص على 30 درهما ولا تزيد على نصف المهر، ولا تزيد على نصف المهر. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والوليمة في العرس أو على العرس مستحبة. قال رحمه الله تعالى والوليمة على العرس مستحبة. العرس بضم العين، العرس يطلق على العقد ويطلق على الاجتماع من أجل العقد، يسمى عرس بضم العين، لكن بكسر العين عرس يطلق على الزوجة، تمام، تسمى عرسه، يقال مثلا عرس فلان يعني زوجة فلان. أيوة. قال والوليمة على العرس مستحبة، والمراد بها طعام يتخذ للعرس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور. كل دعوة لحادث سرور يمكن أن يسمى وليمة، كختان مثلا، قدوم غائب مثلا، هذا يمكن أن يسمى وليمة. قال تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور، وأقلها للمكثر شاة وللمقل ما تيسر. أقلها، أقل الوليمة للمكثر، ما معنى للمكثر؟ أي لمن كثر ماله، أقل شيء شاة، تمام. وطبعا مستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة. وعبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، على الأقل شاة، ولذلك قالوا أقلها للمكثر شاة. ولو
وقولهم أقلها تفهم أنه لو زاد أفضل. تمام. قال وللمقل ما تيسر. ولذلك قالوا تحصل الوليمة بأي مطعوم أو مشروب، حتى لو كان شراب فقط، عصير فقط، يمكن قهوة، شاي، أي شيء ممكن تحصل بذلك أصل سنة الوليمة. والوليمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع الوليمة في زواجاته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصنع الوليمة إلا بعد الدخول. ولذلك نقول إن وقت الوليمة يبدأ بالعقد، فلو صنع الوليمة قبل العقد فليست وليمة شرعا، والإجابة لها ليست واجبة، إنما يدخل وقتها، يدخل وقت الوليمة متى؟ بالعقد، والأفضل أن تكون بعد الدخول، الأفضل أن تكون متى؟ بعد الدخول، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يولم على واحدة من زوجاته إلا بعد الدخول. إذن الوليمة يبدأ وقتها من العقد، والأفضل أن تفعل بعد الدخول. تمام. ويستمر وقتها حتى انتهاء مدة الزفاف، بالنسبة للبكر 7 أيام إذا تزوج بكرا، وإذا تزوج ثيبا 3 أيام. فإذا انتهت 7 للبكر والـ3 للثيب انتهى وقتها، فإذا فعلت بعد ذلك فهي قضاء. واضح أو لا؟ فإذا فعلت بعد ذلك فهي ماذا؟ فهي قضاء. إذن هذا بالنسبة لأوقات الوليمة. فقال لكم هنا وأنواعها، أي أنواع الوليمة كثيرة، ما يفعل بعد إتمام البناء، وبعد رجوع الغائب، وعند الختان، وعند كذا وعند كذا، أنواعها كثيرة مذكورة في المطولات. قال والإجابة إليها، أي إلى وليمة العرس، واجبة، أي فرض عين، لكن بشروط. يجب عليك إجابة الدعوة لكن بشروط. قال أي فرض عين في الأصح، ولا يجب الأكل منها في الأصح، يعني يجب عليك الإجابة لكن لا يجب عليك الأكل، قد تجيب تحضر دون أن تأكل، لمانع من الموانع. حتى قال الفقهاء إذا كان صائما ننظر، إذا كان صومه صوم فرض فلا يجوز له الفطر، سواء كان هذا الصوم صوم الفرض مضيقا أو موسعا. إذا كنت صائما صوم فرض لا يجوز لك أن تفطر من أجل الوليمة، سواء كان صوم الفرض هذا مضيقا أو موسعا. وإذا كنت تصوم صوم نفل تنظر، إذا شق على الذي دعاك صاحب الوليمة شق عليه أنك لا تأكل فالأفضل أن تفطر، وإذا لم يشق عليه ذلك فالأفضل أن تتم الصوم. إذن في تفصيل، واضح بارك الله فيكم. فقال ولا يجب الأكل منها في الأصح، أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم كوليمة الختان مثلا فليست فرض عين بل هي سنة، إنما يجب الإجابة في دعوى وليمة العرس. وفي الحديث من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسن لغيرها بشروط. ذكر بعض الشروط هنا، يعني السؤال متى تكون إجابة دعوة الوليمة واجبة، ومتى تكون إجابة دعوة غير الوليمة مستحبة؟ نقول بشروط. أول شرط قال لك أنه لا يخص الأغنياء بالدعوة، الأول شرط. فلو كان يدعو الأغنياء فقط لغناهم، يدعو الأغنياء لغناهم ولا يدعو الفقراء، فهذا لا يجب عليك إجابة دعوته، أول شيء.
لكن إذا كان يدعو الأغنياء ليس لأنهم أغنياء، وإنما يدعو الأغنياء مثلا لأنهم سكان الحي، هو يعيش في حي في شارع يعيش فيه الأغنياء، فهو يدعوهم لأنهم سكان الحي. أو مثلا هو يدعو الأغنياء لأنه يعمل في مكان، يعمل في شركة، يعمل في مؤسسة العمال فيها أغنياء، فهو لا يدعوهم لأنهم أغنياء، بل يدعوهم لأنهم معه في العمل، فهذا يجب عليك إجابة دعوته. ومن باب أولى إذا كان يدعو أغنياء وفقراء يجب عليك إجابة دعوته. أما إذا كان يدعو الأغنياء لأنهم أغنياء فلا يجب عليك إجابة الدعوة. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط وجوب إجابة الدعوة أنه يخصك بالدعوة، يدعوك بخصوص نفسك. فأما إذا عمل ما يسمى بالدعوة العامة، فتح البيت أو فتح المكان، من شاء حضر، ها؟ فلا يجب عليك الدعوة. والشرط الثالث قالوا ألا يكون أكثر ماله حراما، فلو كان أكثر ماله حراما فلا يجب عليك الدعوة. والشرط الرابع قالوا أن يكون هذا الداعي مسلما، تمام. والشرط الخامس قالوا ألا يوجد في المكان، في مكان الدعوة، من تتأذى بحضوره من السفهاء والأراذل. والشرط السادس ألا يوجد منكر في المكان بحضورك لا تستطيع إزالته. أما إذا كنت تستطيع إذا حضرت أن تزيل ذلك المنكر فلا بأس أن تحضر. والشرط السابع قالوا ألا يقبل عذرك إذا اعتذرت إليه، فإذا قلت له أنا أعتذر لا أستطيع، إما عندي مرض أو عندي عمل أو كذا، فقبل عذرك فلا يجب عليك الدعوة. والشرط الثامن قالوا أنه لا يدعوك طمعا فيك أو خوفا منك، فإذا كان يدعوك لطمع يطمع فيك أن تصنع له شيئا معروفا وما شبه ذلك، أو يدعوك خوفا من شرك وخوفا من إيذائك له، فلا يجب عليك الدعوة، لا يجب عليك إجابة الدعوة. إذن هنالك شروط وضعها العلماء رحمهم الله تعالى لوجوب إجابة الدعوة إذا كانت دعوة وليمة، واستحباب إجابة الدعوة إذا كانت دعوة غير وليمة العرس. قال رحمه الله، وطبعا هنا في شرط آخر وهو الشرط التاسع، قال أن تكون الدعوة في اليوم الأول، في اليوم الأول يجب عليه. لكن لو صنع مثلا الدعوة ثلاثة أيام، في اليوم الثاني لا يجب عليه، لكن يستحب. في اليوم الثالث لا يجب عليه ولا يستحب. واضح أو لا؟ كم الآن شروط عندنا؟ تسعة شروط. قال رحمه الله تعالى وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسن لغيرها بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة. نقول لا يخص الأغنياء لغناهم بهذا القيد، بل يدعوهم والفقراء، وأن يدعوهم في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة أيام لم تجب الإجابة في اليوم الثاني بل تستحب وتكره في اليوم الثالث. وبقية الشروط مذكورة في المطولات، ذكرت لك جملة منها. قال وقوله إلا من عذر أي مانع من الإجابة للوليمة، كأن يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو، كأن يحضر السفهاء والأراذل الذين يصرخون ويصفرون ويعملون أشياء هكذا، واضح؟ فهذا عذر، يمكن أنك لا تحضر أو لا تليق به مجالسته، كأن يحضر مثلا بعض الفساق، واضح؟ يحضر بعض الفساق يجلس مثلا، إذا حضر الشيخ بعد ذلك أو حضر العالم يقول ممكن سيلفي أنا وأنت، وإيش سيلفي؟ واضح؟ وهذا يحصل، يتمسحون بوجودهم بجانب أهل العلم وجانب أهل الصلاح، يقول أنا أعرف هذا، بعد ذلك ينشر الصورة هذا صديقي وجلست معه وهو في الحقيقة فاسق،
فإذا كان هؤلاء موجودون هنا فمن حقك أنك لا تذهب، ولا تكون إجابة الدعوة حينئذ واجبة. واضح؟ نقف هنا. قال بعد ذلك: فصل في أحكام القسم. القسم فتح القاف، والنشوز هذا فصل للمعددين الذين متزوجين أكثر من زوجة، كيف يعدل بين زوجاته. تمام؟ هذا إن شاء الله غدا، تستعدون خاصة المعددين. من منكم معدد؟ غدا يستعد لهذا الفصل إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.